الجهات الكلية هي مركز الإرشاد للتربية وتنمية المجتمع اسمه تحفيظ القرآن الكريم. حفلات نوردي يو لوس لو ماموس يو أردي كسر بالجيسي القرآن الكريم كأو حفل دي خاص يا ستة سنو بلغم دونتا حفل دينا وحين تكونا دونتا سيدة حروب بندق أردي كيسو بندق دونان وحوالا صوباري وحكميدة يو كلمة أنسين دونو مركز شرفتا يو كلمة ولهان دون مدير كي يو أبالبرين كأردي دلا أبالبرين دونا انتحانات إيسو قاتين ستة وحفل دينا كفر فرنا إنا قرآن الكريم كأه وحال وفرت وحا أول أكسن يعني كفر رينا وحانا ويريا أرضي إذا هذا حفل دسكاله قرآن كدمي أرضي راس ومجعي شيهي أبو يوسف شيخ عبد الله قال تفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. كيف ترين أن تحدث قليلا؟ صفة لا أستطيع أن مستعجلة جدا. لماذا أنت مستعجلة؟ أخشى أن أتأخر عن درس. كم الساعة الآن؟ الساعة السابعة. متى يبتدأ الدرس؟ يبتدأ الدرس الساعة السابعة تماما. ومتى ينتهي؟ ينتهي الساعة الرابعة. إذا يستغرق الدرس 4 ساعات. نعم كما قلت. ماذا تفعلين بعد ذلك؟ أجهز المراجع مع التلاميذ. حسنا تأخري اذهبي إلى المدرسة. شكرا سنلتقي لاحقا. إلى اللقاء. مع السلامة. تلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو به من آفة النسيان أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفئ جذوة الأذهان. أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل
انك بخير. الحمد لله انا بصحه جيده وانت؟ سم على العسل. هل يمكن ان اسالك؟ تفضل اسالني. هل انت طالب في مركز الارشاد؟ نعم انا طالب في مركز الارشاد. ماذا تدرس فيه يا اخي؟ ادرس فيه مواد متنوعه منها القران والحديث والسيره والفقه واللغه العربيه والانجليزيه والرياضيات والسواحليه. يا مرحبا بمن وصل، يا مرحبا بمن وصل، على الروس في المقل قلوبنا هي المحل. ويا فسيح المقعد، ويا فسيح المقعد، يا مرحبا بمن وصل، يا مرحبا بمن وصل، على الرؤوس في المقل قلوبنا هي المحل. ويا فسيح المقعد، ويا فسيح المقعد، يا صاحي هذا المركز، يا صاحي هذا المركز، وروضه النادي الذي فجر أطل. فاشهدي وكبري وأنشدي، وكبري وأنشدي، يا مرحبا بمن وصل، يا مرحبا بمن وصل، على الرؤوس في المقل قلوبنا هي المحل. ويا فسيح المقعد، ويا فسيح المقعد، صنعت لكم مجمل باقات الورد والياسمين للترحيب بكم والترحيب بك بسجنا وجودك معنا. نحييكم ونرحب بكم لنعرب عن سعادتنا بوصولكم. غنت الطيور وحلقت لوصولك وملأت آذاننا بأحلى الألحان. مرحبا بكم ولكم أقصى درجات الاحترام. أهلا وسهلا بكم إلى من جاءوا مع التحية والسلام. نود أن نرحب بكم واستضافتكم بأحلى الكلمات. قلوبنا مليئة بالحب والمودة، وقلوبنا مليئة بالشوق والمودة. أضاء الكون بحضورك وابتسم العالم عند وصولك. نحن سعداء ومشرفون للغاية. نرحب بكم ضيوفنا بشوق رؤيتكم بين غيوم السماء وسط هطوط الشمس بين الأوراق وغصان الزهور. نحييكم ونرحب بكم أيها الضيوف الأعزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا لال فاستوى راحكم علينا إلهي جمالكم كان يسكن كان كان إلهي جاسكم علينا مركلات والدين تنقشا ما تستلع المعلمين تقرأ كان صابرت. ولا لال قريبا نسوي سجري راحك الموت في عنقي قريبا قال تيسرا القبر بيتي هل تليدي دارنا قبر ميال والقيامة ماقي فيه هل تليدي جد لنا برك قيام ويال وعلى الصراط طريقي وذل المريض لنا وجدت صراط ويال. وربي لا أدري ماذا يفعل بي، ربي ذلك نحن بس من دونكم كما أرقل. ولا لا توقنا عليه الصلاة والسلام في ذلك توقنا على مواد الله كذا وقيامة دعماه فذكر الدخان والدجال والتعبة ونزول عيسى من مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج ياجوج وماجوج وثلاثة خصوف، خصف في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قار عمر تحشر الناس إلى محسن هنا
car. The key to freedom, the passport to success, the inheritance of masters, the pillar of a kingdom. Education is the best property to have. It is the only assurance of a better future. Thank your parents for giving you education, because that is the cause of celebration. My mama told me education is the best, that it will make me to be a better person in life. Now I know what she meant. I overcome my discrimination. Thank you, mama, for all your consideration. Education is important in human life. It will cost you, but it never loves you. Friends may betray, but education will never betray. Vanity of life. Hii Radio FM kutoka Madrasa Al-Irshad Education Center. Na ifuatayo ni taarifa ya habari. Kwanza tupate muhtasari wa habari. Msemaji ni Muna Ahmed. Wakenya wakumbuka maneno ya Uhuru Kenyatta huku bei za mafuta zikipanda. Waziri wa usalama Kithure Kindiki atoa onyo kwa magaidi. Katika mchezo, gredi la kwanza na gredi la pili ya kutana finali. Habari kamili. دمان مرتدى والدينتا إيو عرورتا مركز كان محيدي جيران تحفيد كان إيو اسكول اسكول جيران الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هاد إلهي بأسكاله ما يجي حق إلهي لغو أماني أو شرف بنيت بان تاغن هاي هات ومال قرآنك عز وجل لغو شرف هايو أو لغو وبشرفاني هايو وبقولك إلهي لكن أنكو حصة هاينو وأنكو علين هاينو ما هذا إلهي بأسكال الحمد لله رب العالم سببتها تتكبر كي وابد قوبي لكن تظهر له صوبها هايو والتببر في عن قاضن هايو والحمد لله كدح الله هايو تتكما أرك تيتغ هايو نفس كودي بالله ديارين هايو
علماء الله إن شرفه سدق قيمة بدن أدوسو صارتين أرورتن والله وح الله يابله أول وفرحه أياد نوكنتن سببتو مال ما أركتي أرورتي يرير كهاد كوا يرير بان أركه أدو يرير وسيان عاد نكو هاد ماجن نو عدنها ما شاء الله نكو عن أمه لين حتى طبعاً مو بقارم هاد كلهن طبعاً بوجرا سيان عاد هين أو ده مركي من بركة فلان ما نت الجمعة ذا كله مسعيد أو كلا أي وحنو ده عسين جيران أو كلا تو يركا وعد جيس النوت هبط ما شاء الله ما شاء الله مركا أبيالو وحن إن قدر دار من هيا إن ما عرفت قبصتان سدا والد سدا معلمين تين أي وح إني برهيان نك وح برتو مسجبرت وح برتو وأوبت كبارجة أوبت كبارجة وح برتا إلهي إن أوفض ضيا وح برشد هردا وحير المركا ففاهن عن يرجع للمركز كان مركز كان وحنا أساسي 2018 أما هذا سدا كلو ده لابد أن يسدد التوانكي المركز كان الأساسي حق جيسة يأبد أقوين مركز هو حفظ القرآن القرآن كان لغو حفظيه وحانا كمرنان سيدا الأركي سيمبو ولغو قاطع مواد كلا أما قيب سكول وكرم كلام كما ودن كالسيستم ككجره وحاكا لغو قاطع مواد تربوية وديني أبع لغو قاطع مركز كوحوكا كوريا قيب تحفظ لها تحفيظك قيب تربوية قيب اسكول قيب محو الأمية اللي يراهو ده تواوين وحباري ستوده محايا لفصل دان او حاجر هوين انت بادان ده تواوين مركان دهنو هوين كادروين نما وحكو برتاي رقا ما بإمادة وحدو مر بلاباتان باف وباكر غيشون بمي إمادة وحبارشو مي إمادة حاجر سيدتين مركا هواين وحاجرة فصل بانه وعيانا وحبرتان وعرضي ذا كاميدا ومعلن كودو ما أركتي له باجران مركا مركز كان حلقا الأساسية هاد انتو دعيسو وحاوي دفعادي سدحات بامان تتخرج هيسا ودفعادي سدحات معناها سدح كوح بعض بحدي لما كوح كوريسي كوح بامان تتخرج هيسو الما هذا ما أنت قلنا جمينا وطبعاً عنك لحق بدور ياه أفرويل أنت كلمة إسهام كنت أنت كلمة إسهام صدقني وما زاد إذا ناي لو حوا عقبة إباجرتا أو دل عوارض مركز تكيم معتو سأل أجن هاي وحد أبتهين ودك أما واردك أنت بدل واحد كل اللي يراه يرمنيهن وجعلهن عنك هذا هو حوا قرآن كده حفظ ياه أو غير حجوده وحال رجلا هنا إذا حال عنق واقف صار مشاق ما حكود عاي معاه هذا إما المكاف صار سكول كي مكاف صار أرين تاس لكل علماء نورا هذي دونتا أرين صحيح معها مركا ما أنت مرة بينا هذا الفربضا يورر الفربضا قال لا لا بس عود سدح سعود بالله فديا أنت عير مرة بينا مركا سكول كا معها مركز كا عنق دارو كشيء وحاجرة معلمين تماشى دكتور وهيك كوبين هين سجال معلم سد حقيبة سكول كي دكان لحنا قيبة الدين جا أما تدوا ماله قيبة الدين جا دكان أما قرآن كهار نقضه أما ما ركتي قيبة كل الدين كهار نقضه مارك معلمين هذا وحنا له وين وده جوان أما أنتوا وين وده جوان كما قال هذا مقعده يهبل يهبل يستاق استاق هذا مده كري الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آدو أحسن إن أنكسوا غيب قالوا حفلدا لغو شهادة قدون سين هايو أرضي قرآن كالأميين وحانا نؤتهاني دين هيا أرض ضعيه قرآن كالختمين الأميين
وحانا مهنق جيدين هيا معلمين تي يو مركز كي سوء أباب لي حفلة ذن يو انت كسوق يبقى شيء ووالدين تا يو نمان حضورتا سيدا رونتا قرآن كا برشد إيسا وواجب وحصنا إماها إن قرآن كإلمها الله برا أبطك ووح واجب إيه ووالدك واجب كوي لكن تعليمتك على عادي إسكولك يكمديهين ويبنانتها إلا برا ويبنانتها هاي لكن واجب سنة من ماها مرك قفك إنو أغادو إنو واجب سارية هاي وحق أبطك وكسارية هاي إنو إلمها قرآن كبرا او علم شرعي ابرا او تربيه يا تعليم تا اسلام كا وكو ابابيو والدك وحال الربا ان واجب كا فهنسن ياي سومالدنا ويكو في عنت هي قران كا برشديسا حتى ميغا قران كا لو برن جيري او لوحبا لو قوري جيري يا قد والدك انا علمها ايا قرانكا بريتانكيسا اسغا مارتي خولا كبين جيري تي معلم كلا راديو او معلم اي عيد لا كانو او اس قبسدان هو اها دور والد يا معلم كا ميل د جنجيري اخر ارضي لو فريسين جيري قرانكا ايو ارددا بري جيري ساسا قران برو ودقن الصومالي ده ايلاد هو تقليدي او سو جيري وها عصب ماها وها عصب ان دوكسيه وها جيري اسك جيتا ما مغالده وايي هوره او ان ما ارتاي علمها او سن قرانكا سفي عن او برنين او ان لغا بخين علمها او اسك بجيره هي 3 سنه 4 سنه 5 سنه 6 سنه واسك لوح جيد عمل ايه كو هذا وا لغا غوراي وحاب الله وذي مراكز تحفيظ ومعلمين تجويد كيقانو وإلمها عرب ككسحي وقرآن كسيسحي أبرهيان مدكوبان كبرهيان مركا أرنتا إن لغا فائده استو ووالدك وأرنتا كفائده أيا اللوبة هاي هاي إلمهانا مركو قرآن كو أنقرأ وقرآن كاللغو بالله او قلبي يسو حاشئه او وح او يقن او ننجرين ان او كتابك الهي قلبي يسو لقلي او ادغو وابركة ان ولي المها كهرين ارنتا او قادة قرآنك وابركة قرآنك وعافمات قرآنك وهنون انتو بوا لو دونتا بركة لو دونتا برشا لو دونتا عافيمات با لو دونتا هنون يهدايا لو دونتا مرك قفكا قرانكا بران هايو انتاسا الهي يحسين هيا ويهي بين هيا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا قرانكا مرك وهدايا داس وشفاء سو الهي قرانكا وكشي عافيمات بويا هاي قلبك يبدن كالوضوء ضد بدن او هدى حانو يها لو ريغا هيو وحكا كافين لها هدي اعتقاد او قبو انو قران كان شفايا هي او شفاء الهي يسودي عافمات الهي يسود جي انو يهي هدو اعتقاد كا قبو او قران كان اسكو اقريو اسكو اقريو وكو عافمات يا لكن اعتقاد كبادتك السكة إنه القرآن كان عافي ماذا أو كو عافي ماذا هي رسولك عليه الصلاة والسلام من توجه ذي يا اللي القرآن إذا صار القرآن كسكو أقرية كو عافي ماذا سورة ذهن وليبها سئم حوها معوذتين كي برب الفرق برب الناس صحابة ذا سكت فين أو كو عافي ماذا مركا قرآن وأنا عافي ماذا كأس أو قلبي وعافي ماذا يهي أو شكك يا نفاق يا كفر
هي شبهاتك وحاصل رنبو عافماتك ياهي وانا هنون بدن كان عافمات بو ياهي او حانو ياهنا عافمات بو ياهي مارك قرآنك إن برشديس اللغو دادارو وقوبتك لغو لدادارو إلمها مارتي قرآنك اللبارو ووح مارتي واجب ووالدك سارا وحامرك أن ميشا كمغنين قفك وين قرآنك إنو برتو قفك وين قرآنك إنو برتو رسولك أيا قرآنك وحالو بلاوي أسوكو أفرت انجيرو نبي قربا قرآنك اللو بلاوي اقرأ باسم ربك الذي خلق مرك اللو سوى تجيه أفرت انجيربو أها صحابة قارن أيو كسي ووين يا قرآنك يا بلاوين مرك قرآنك أبتك كلي أنبرنا معنى هذا ماها ذاتك ووين يا قرآنك مجدك كجيرنا وأنا قرآنك بلاوانا قرآنك برطان قرآنك الروحي آن وحبك أقونين مكدب ونحفر يا مكدب روحي بلاوي قرآنك بلاوي أو برنها يو أمبا قرنها يا إليس كي يفتينك وبحي كاسا قرنها يا